الحمد لله، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد، الحمد لله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد السيد السند العظيم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة ودم علينا يا ربنا نعمة الود بيننا. الود من الوداد، والوداد من أسماء الله الحسنى الودود. فما هو الود؟ ولماذا نجد في أسماء الله الحسنى الودود ولا نجد في أسمائه الحبيب أو المحبوب أو المحب؟ لماذا نجد هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ وكيف لنا أن نتخلق بهذا الاسم العظيم؟ تخلقوا بأخلاق الله. كيف لنا أن نستمد هذه الأخلاق العظيمة من أسماء الله الحسنى في مقامات الحب؟ حتى إذا أمسكنا هذا الخلق قلنا هذا هو الحب حقيقة. نجد أن الوداد من اسم الله الودود، والله كتب الود والمودة بين الزوجين، جعل بينكم مودة ورحمة. هل هناك فرق بين المودة والرحمة؟ الرحمة أعم وأشمل، أما الوداد فهو عين المحبة، وهو صفاء المحبة، وهو روح المحبة. لكن لو جئنا إلى الحب وإلى الود، الحب هو ما استقر في القلب، والود هو ما ظهر في السلوك. كل إنسان محب ودود، في طبعه محب، في قلبه في أسلوبه ودود. فكل ودود محب، وليس كل محب ودود، لأن الحب يستقر في القلب، أما الود فيظهر في الأعمال والأخلاق والأحوال. فكل ودود محب، وليس كل محب ودود. هذه الأحوال الظاهرة في حياتنا كيف نتعامل معها، وكيف نصل إليها، وكيف يكون صفاء كل واحد منا هو صفاء وده؟ الوداد عين المحبة وصفوه، وقالوا الوداد هو روح المحبة، ووصف الوداد هو إكسير الحياة والنجاح في هذا الوجود الذي نحن فيه. فعندما يتأمل المتأمل منا حاله في قربه مع الله سبحانه جل جلاله وتعالى في علا، يعلم يقينا أن الود هو الرسالة العظمى التي يريدها الله سبحانه جل جلاله وتعالى في علا منا. يريد منا أن يظهر كل واحد منا هذا السلوك من الود، وأن يضمر في قلبه الحب. فالحب ما بين إضمار وإظهار، إضماره أي أن يكون في القلب، وإظهاره يكون في الأخلاق وفي الأعمال، بل وفي العلاقات والشمائل. تلتفت إلى كل إنسان تحبه وتوده بما؟ بإظهار ما كمن وما مكن وتمكن في القلب. فالوداد سر من أسرار الحق سبحانه وتعالى، يودعه في شمائل وأخلاق وصفات وأعمال من أحب من عباده، لمن تعرض. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. نفحة من نفحات الدهر قد تتعرض فيها للوداد، فإن تعرضت للوداد أصبحت إنسانا ودودا، جعلك الله سبحانه وتعالى ودودا مع كل خلق الله. إذن إن وصلت إلى هذا المقام وإلى هذا المذاق فهنيئا لك، فقد أمسكت بيديك مقامات الحب، وأمسكت بيديك إكسير الحب، وعندها قل هذا هو الحب. فإن قلت هذا هو الحب فسلم أمرك لله، واستسلم لله سبحانه وتعالى ليصفو لك هذا الحب، وليصفو لك هذا الوداد، وليصفو لك هذا القلب. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا
به فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. حبيبي ماله ثاني ولا علي راقي، ده انا مني وادناني حاضر لا يلي. حبيبي ماله ثاني ولا علي، حبيبي ماله ثاني ولا علي رقيب، ده انا مني وادناني حاضر لا يلي.